بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. يسعدنا جدا ويشرفنا جدا وصول سعادة وزير الأوقاف من دولة جمهورية مصر العربية، ويسعدنا جدا أن حضوره حضر كوزير وحضر كعالم ليشارك في المؤتمر المقام إن شاء الله يبدأ من غدا، المؤتمر الدولي حول الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر. ونحن سعيدين حقيقة بهذه الخطوة، ونعتقد أنه توقيت مناسب جدا مع كل البشريات الأمور الطيبة في السودان، وتوقيت يعني ممتاز جدا بالنسبة لما يخص الإسلام كمان بالذات، يعني والتجديد في الإسلام والمفهوم مفهوم الإسلام ورفع الوعي وغيره وغيره من الأشياء المهمة جدا جدا في هذا الموضوع. الحقيقة العلاقة بين مصر والسودان لا تحتاج إلى تأكيد. حقيقة ما يجمعنا يعني كشعبين شقيقين هو التاريخ والجغرافيا واللغة والدين والمصير المشترك، وهذه العوامل قل أن تجتمع في دول شقيقة أو متجاورة، إن تكون الروابط تقريبا كلها رابط التاريخ العريق، رابط الجغرافيا، رابط الدين، رابط اللغة، رابط العلاقات التاريخية، رابط التاريخ المشترك. هذه المرة الثالثة التي أشرف فيها بزيارة دولة السودان الشقيقة في مؤتمر هام جدا يأتي في توقيت هام جدا، وهو التجديد بين الأصل والعصر. الحقيقة مهم جدا جدا هذه المواقف الوسطية، ولأن دايما الناس للأسف الشديد إما بتميل إلى أقصى الطرف تشددا أو إلى أقصى الطرف تسيبا، واللي بنأكد عليه مهم جدا واللي أنا حييت عليه معالي وزير الأوقاف الزميل الشيخ نصر الدين على هذا الموضوع، إن إحنا كما نهتم جدا بقضايا التجديد ومواكبة العصر وروح العصر وحرصنا على التقدم العلمي، وأنا كنت مع معالي الوزير في الطريق بأكد دايما أننا لا يمكن أن لن يحترم الناس ديننا إلا إذا تفوقنا في أمور دنيانا، وإذا تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا. إحنا بنعلي من شأن العلم في إطار الحفاظ على الثوابت، لأن أحيانا عندما نتحدث عن التجديد والتغيير يحاول البعض من المزيدين أو المتربصين محاولة لفت النظر إلى أن هذا لون من التخلي عن الثوابت. بالعكس، دائما نؤكد لن نستطيع أن نقضي على التشدد من جذوره إلا إذا واجهنا التسيب والانفلات والانحراف عن القيم من جذوره أيضا. حقيقة حتى في التجربة الدينية هناك تشابه كبير جدا يصل إلى حد اتفاق بين تجربة الخطاب الديني أو التعامل مع الخطاب الديني في مصر وفي السودان. إحنا الحقيقة يمكن الشعبان بطبيعتهما يميلان إلى السماحة والتيسير، ويمكن من خلال الزيارتين السابقتين وروح التصوف التي يتحلى بها كثير من أبناء الشعب السوداني، تاريخ التصوف في جملته تاريخ مسالم، تاريخ متسامح، ليس فيه عنف ولا تطرف ولا تشدد، وده بيجعل المناخ سهلا جدا جدا للعودة بنا جميعا أو الاستمرار في موضوع التسامح. أنا لا أطيل، مرة أخرى أعبر عن شكري وامتناني لهذا استقبال الحافل الكريم، وعن تقديرنا الكبير للشعب السوداني الشقيق وسعادتنا بما يحققه من تقدم على أرض الواقع، سواء على المستوى الداخلي أم على المستوى الدولي، مما نتابعه من أخبار جيدة ومبشرة تبشر بمستقبل أفضل إن شاء الله لأشقائنا في السودان. إن شاء الله نسعد غدا بلقاء زملائنا وأشقائنا في مؤتمر من أهم المؤتمرات، ونؤمل بعد ذلك في مزيد من التعاون سواء مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أم مع وزارة التعليم العالي. فمن حسن حظي أننا قاسم مشترك ما بين الأوقاف والتعليم العالي، وبنشكر معالي الوزير ونشكر حضراتكم جميعا، وبنتمنى لكم كل التوفيق وكل التقدم وكل الاستقرار إن شاء الله. سعادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، وزيارته للسودان إن دلت إنما تدل على أن مصر تعطي السودان أهمية كبيرة،
وسيشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية في المؤتمر الذي ينظمه مركز أبحاث الرعاية والتحصين الفكري بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ستقدم في المؤتمر 26 ورقة علمية تتناول مواضيع التجديد في مختلف مناحي الحياة، في الفكر والمعرفة وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي العلاقات الخارجية وفي التعليم وفي الفنون. وأهم ما يميز هذا المؤتمر من مؤتمرات التجديد التي أقيمت في العالم الإسلامي أنه يستعرض تجربة المدارس الإسلامية المتنوعة في مجال التجديد الفكري، وهذا أمر لم يتم تناوله في المؤتمرات التي حدثت في أي بلد من البلدان. حقيقة نحن نسعى في المستقبل إلى التعاون مع مصر ومع مختلف الدول العربية في مجال تطوير الخطاب الديني وفي مجال اختصاصات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في السودان ووزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية.